هو الصمد السيد والمبين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا أسرار الرؤى. إن شاء الله يا رب تكون كل الأحلام اللي هنسمعها النهاردة فيها بشرة خير لأصحابها. أولا بحيي كل اللي بيشوفونا من داخل مصر ومن خارج مصر وخصوصا الدول العربية. تحية خاصة لكل المسلمين في كل مكان. اسمحوا لي في بداية حلقتي ان انا كالعادة ارحب بضيفتي الكريمة بطلة حلقاتنا واللي دايما متواجدة معانا وبتبذل مجهود كبير جدا عشان توصل رسالة عظيمة لحضراتكم. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفتي الكريمة الأستاذة منة الله. أستاذة منة، أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك، مشرفاني كالعادة. مشاهدينا الكرام، اللي بيشوفونا ومتعودين ان هم يتابعونا في كل حلقة عارفين نظامنا ماشي ازاي، لكن اللي بيشوفنا لأول مرة على طول الحلقة هتلاقوا رقم تليفون القناة موجود على الشاشة باستمرار، تقدروا تكلمونا على الهواء مباشرة عشان أسمع أحلامكم أو أي استفسار حابين تسألوا عليه، والأستاذة منة تتواصل معاكم وتجاوب عليه على الهواء مباشرة. اللي ما يقدرش يكلمنا على الهواء يقدر يبعت لنا حلمه أو أي سؤال حابب يسأله في رسالة SMS على 94174، ده طبعا من داخل مصر. بالنسبة للدول الخارجية أو خارج مصر، يعني الدول العربية أو أي مكان في العالم، كل دولة هتلاقوا الرقم الخاص بيها موجود برضو على الشاشة في الكورنر من تحت. خلوني أبدأ كالعادة حلقتي مع حضراتكم لمجموعة SMS كده موجودة معنا من الحلقات اللي فاتت. أتمنى يا رب أن أصحاب الرسائل يكونوا بيتابعونا لحين استقبال تليفونات حضراتكم. أستاذة منا معايا أول SMS بتقول: حلمت ان انا بجامع اختي الكبيرة ونزل الماني فيها، ولما صحيت الصبح لقيت نفسي محتلم. لا، هو ده مدخل من مداخل الشيطان، ويفعلك بالاستغفار اما موضوع الاحتلام وكده ده بيبقى شيء عادي دايما. بس عليك بالاستغفار وكده، هي مدخل من مداخل الشيطان عليك، ما فيش مشكلة منها خالص. طيب تمام، انا اعتقد صاحب SMS اتمنى يكون التفسير وصل لك بصورة واضحة، ما فيش تفسير للحلم، ده مدخل من مداخل الشيطان، ربنا يعافينا منه يا رب. معايا SMS تانية من انسة بتقول: حلمت بوالدي المتوفي جانا وكان لابس بدلة سودا شكلها شيك جدا، وكان فرحان وكأنه شاب، وخدت منه فلوس عشان اشتري دجاجتين للغدا. هو الحمد لله بيدل على الراجل ده كويس جدا في الاخره، وبيطمنهم على حاله عند ربه. اما موضوع انك تاخدي منه فلوس وكده، فانتوا في احتياج الله اعلم، في عندكم ظروف ماديه وكده، بس بيدل على الانفراج المادي عليهم ان شاء الله مع الصبر يعني. طيب، وبشر الصابرين طبعا. وخلونا نكمل SMS. معايا رساله بتقول: حلمت ان والدي المتوفي بيضرب اخويا جامد جدا، وكان حاطط رقبته على حرف، بس مش عارف حرف ايه بقى، سرير، كنبه، مش مكمل. هو هنا ضرب المتوفي للميت، فبيدل على العزه والمعزه، ولابد حد ياخد باله منه ويخلي باله من نفسه، ولابد ان في حد يراقب الشخص ده جيدا جدا ويعدل دايما على تصرفاته. والله اعلم. والله اعلم. مشاهدينا الكرام، هروح مع حضراتكم سريعا كده ونبدا نستقبل التليفونات الخاصه بيكم على الهواء مباشره، وناخد اول تليفون في حلقتنا النهارده. استاذه اسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم. الاستاذ هاني. ايوه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. استاذه منى، انا كنت عايزه اشترك مع حضرتها وكنت اكلمها، لاني كلمتها النهارده في التليفون بس ما لحقتش اكلمها، الخط قطع بسرعه. هي معاكي على الهواء. هي سامعاكي. تحت امرك يا حبيبتي. ازيك يا اسماء؟ ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه يا اسماء؟ الحمد لله. حضرتك فاكراني؟ طب فكريني بسرعه بحاجه كده يا اسماء. انا اولادي مع ابوهم، وكلمت حضرتك من اسكندريه. ازيك يا اسماء، ازيك يا حبيبتي، اهلا بيكي. عامله ايه يا اسماء؟ الحمد لله. والله انا كان نفسي قوي انا اكلم حضرتك مباشره عن طريق التليفون الخاص بحضرتك، ودايما بلاقيه مشغول، فممكن طب حضرتك طيب اكلمه على طول يعني. حاضر، بس يعني اطمئن الاول على صحتك. صحتك عامله ايه الاول؟ الحمد لله، بس عارفه حضرتك بقى انا طبعا متضايقه شويه، ويعني طيب مفيش مشكله. عايزه تكلميني ان شاء الله ممكن بعد الهواء، اما بكره يا اسماء. مفيش مشكله خالص يا حبيبتي، ممكن بكره نتكلم مع بعضنا. حاضر ان شاء الله. شكرا ليك يا اسماء على اتصالك، وزي ما قالت لك الاستاذه منى تقدري تكلميها على الخط الساخن بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله، وما تشيليش هم اي حاجه يا اسماء، كل شيء في الدنيا له حل، قولي يا رب بس وصدقيني كل شيء هيتحل على خير. خليني اخد رساله SMS سريعه. استاذه منى بتقول: انا دايما بحلم اني بطير في الهواء. الطيران بيدل على نول الامان ان شاء الله، بيدل على الحاجه اللي انت متعلق بها ونفسك فيها في الدنيا، بس انا عايزه بس الهدوء في الشيء، لان مفيش حاجه بتتاخد بسرعه. والله اعلم. والله اعلم. طيب مشاهدينا الكرام، خليني افكر حضراتكم سريعا باللي حابب انه يتواصل مع الاستاذه منة الله على الخط الساخن خارج طبعا وقت البرنامج، يقدر يكلمها من اي محمول على 1756، وبعد كده يختار الرقم الداخلي رقم 2. هي هتستقبل تليفون حضراتكم ابتداء من الساعة 1 بعد الظهر لغاية الساعة 10 مساء، وزي ما بنقول كالعادة اللي يتصل ويلاقي الخط مشغول يستنى من 10 دقائق لربع ساعة كده ويرجع يكلم الأستاذة منة مرة تانية، وإن شاء الله هترد عليه.
خليني برضو افكر حضراتكم انه يوم الجمعه هو دايما بيبقى يوم المخصص لاستقبال حالات العلاج المستعصيه من المس والسحر مع الاستاذه منى، وللحجز والاستعلام بخصوص العلاج هيكون برضو عن طريق الخط الساخن. انا بكمل مع حضراتكم رسائل الاس ام اس، وطبعا اي رسائل جديده بتجيني انا بقولها اول باول على الهواء، ونتواصل معاكم برضو في استقبال التليفونات. معايا رسالة بتقول: أستاذ هاني وأستاذة منا، ممكن أطلب منكم طلب صغير ولو كان في إمكانكم تقدموا معاد البرنامج للساعة 9 أو الساعة 10، لأني ما بعرفش أنام غير لما أشوفكم إن شاء الله. يعني إن شاء الله بإذن الله هنحاول كده بقدر الإمكان نظبط مواعيد البرنامج، وإحنا خلاص دخلنا في الصيف فالناس كلها الصيف بتسهر يعني، فمش هيبقى فيه مشكلة، لكن هنعمل اللي نقدر عليه إن شاء الله وقول يا رب. خليني أخد رسالة بتقول: انا بنتي مخطوبه وبتحلم بشخص اخر يعني بياخدها كده من خطيبها، والحلم ده بيتكرر معاها. لا، ان هي مخطوبه فبيدل بس على عدم الوفاق في التفكير منهم وبعضهم، على الام انها تساعد بنتها وتعرفها يعني ايه مسؤوليه الجواز ويعني الخطوبه، واما موضوع ان واحد تاني بياخدها وكده فممكن تكون هي متمنيه شخص تاني بس مفيش نصيب بينهم، والله اعلم. والله اعلم. طيب خليني ارجع مشاهدين الكرام اخد تليفونات حضراتكم. في معايا اتصال جديد. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أم آية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، لو سمحت ممكن أكلم الأستاذة منى؟ اتفضلي. ازيك يا أم آية؟ أهلا، لو سمحتي أنا كنت شفت. ألو. أيوة حضرتك معاكي. أنا كنت شفت في الأوضة الأخيرة اللي عندنا اللي في فتحة كبيرة كده في الأرض، فأنا ببص فيها كده لقيت فيها مليانة فراخ ووز وبط وخير كتير يعني. وفي الارض بره يعني من فوق لقيت فيه عيش ناشف كبير كده وفي ارنبين كبار. الحلم ده على طول بيتكرر معايا. ربنا يا رب الاول يفك عليكم يا ام ايه. حاضر 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 يا ام ايه، انا بشكرك على اتصالك. اسمعينا الوقت كده من التلفزيون يا ام ايه ونشوف راي الاستاذه منا ايه، وقولي يا رب وخير باذن الله. هي الرؤيه دي والله انا بتمر على الظروف، بتدل على الظروف وتمد على الحاله اللي هم عايشينها وكده، اما الفراخ والطيور وكده فبتدل على العيش وعلى المعيشه وعلى الخير ان شاء الله. موضوع العيش برضو على البركه والمعيشه، فربنا يسهل لهم حالهم يا رب على الحاجه اللي هم عايزينها وطالبينها الايام دي، والله اعلم. طيب والله اعلم، بشكر خير يا ام ايه، واتمنى تكوني سمعتي التفسير. وخلينا ناخد اتصال تاني. معايا على التليفون استاذه يسرى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ هاني؟ الحمد لله تمام. ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. معلش بس حلم صغير، هو لاخويا. هو حلم زي ما يكون رايح عمره وراكب قطر، ومراته واقفه على المحطه. فهو يعني لحقت وركبت في اخر عربيه. فبس لقاها شكلها وحش قوي وسنانها كبيره وشكلها مش حلوه خالص، بيقولك وحشه قوي قوي يعني. بعديها لقى زي ما يكون والدي يعني واقف على السرير بيصلي ولابس شورت ابيض، زي ما يكون رادد كده، زي ما يكون فتره شبابه. بس والحلم خلاص. واخوك عامل ايه مع مراته؟ اه الحمد لله. ما فيش حاجه بينهم الايام دي؟ مزعلان منهم من بعضهم؟ يعني مشاكل اللي هي العاديه دي. ماشي. حاضر يا يسرى. حاضر حاضر، شكرا ليك يسرى، بشكرك. واسمعينا من التلفزيون، ويعني سعداء ان احنا سمعنا صوتك، وان شاء الله خير ان شاء الله. موضوع ان هو رايح يعمل عمره، في العمره هنا بتدل على القضاء، قضاء الحوائج بتاعتهم كلها ايا كانت ايه هي، وان شاء الله قضاء دين برضو. اما موضوع ان هو يركب القطر وهي تركب في الاخر ويبقى شكلها وحش، فده بيدل على انه محتاج رقيه شرعيه، لانه والله اعلم ممكن يكون مصاب بعشق من الجن، فهو محتاج رقيه شرعيه ضروري جدا. اما موضوع والدتها وكده فانه يرجع شباب تاني، فالامر متعلق بيه وبقلبه وباتجاهه الى الله، خليه يكتر سجوده لربنا وقيام الليل، وان شاء الله بامر رب العالمين هتبقى في فتحه خير على الوالد. طيب كويس، يعني خير اللهم اجعله خير. خلوني بس انا الرساله اللي بعتت لنا بخصوص مواعيد البرنامج، عشان انا قلتها ان هي جايه على لسان واحده، يعني انا بعتذر، دي مبعوته لنا من الاستاذ محمود من سوهاج. انا بشكرك جدا يا محمود، وبشكرك على الكلام الجميل اللي انت قايله في الرساله. وعايز اقول لك حاجه يا محمود وكل اللي بيتابعونا مشاهدينا الكرام، او فاتتهم حلقه او اي حاجه، دايما يدخلوا على اليوتيوب هتلاقوا الحلقات موجوده بالكامل بالتواريخ بتاعتها، تقدروا ترجعوا تشوفوها عن طريق النت مره ثانيه على اليوتيوب، موقع طبعا او الشانل بتاعه قناه الصحه والجمال. استاذه منى، في معايا برضو رساله من ابو شهد بيقول: انا طالع عمره واخويا حلم اني بعت الجواز بتاعي، وبعت الجواز بتاعي عفوا و5000 جنيه. هو باع الجواز بتاعه؟ بعته. هو بعت الجواز بتاعه يعني تقريبا عشان ياخد تاشيره العمره او حاجه زي كده، و5000 جنيه. لا ان شاء الله، بيدل على في فرج جاي له قريب خالص خالص، فما يستعجلش في الامور لان هانت.
طيب والله يعني بشره خير برضو، وان شاء الله يكتب لك عمره وتكون عمره مقبوله باذن الله. خليني اخد اس ام اس بتقول: انا والدتي ماتت من شهر وكانت مريضه جدا، ومن ساعه موتها وانا بحلم بيها وهي مريضه وعلى نفس الحال اللي ماتت عليه ومش بتتحسن. لا، هي محتاجه صدقه ومحتاجه رحمه، دايما يترحموا عليها ويفتكروها، وبس يطلعوا صدقه على روحها ضروري جدا عشان هي محتاجه لهم في الدعاء، والله اعلم. طيب مشاهدينا الكرام، هنرجع للتليفونات مره ثانيه، ومعايا على التليفون استاذه زينب. سلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي وقت التلفزيون يا استاذه زينب بعد اذنك. ماشي، اتفضلي سامعينك يا فندم. ايوه، انا كنت عايزه اسال بس عن حلم حلمت قبل كده. اتفضلي يا حبيبتي، ازيك؟ اتفضلي. اهلا بيك، انا متابع برنامجك وهو كويس وعجبني خالص يعني. الله يخليك، ربنا يخليك يا استاذه زينب، اتفضلي احنا سامعينك. انا حلمت ان هو يعني جوزي كان في العيد وكده وجاب لي خروف. في العيد وجاب لك خروف؟ اه، في العيد وجاب لي خروف وقال لي عايزين نذبحه دلوقتي. تمام، بس كده هو ده الحلم؟ اه، هو بس كده. حاضر يا زينب، انا بشكرك على اتصالك، واسمعينا من التلفزيون ونشوف تفسير الاستاذه منى ايه للحلم بتاعك. هو هنا العيد لو مش في عونه بيبقى ان شاء الله بيدل على الفرح وانه يجيب لها خروف، والراجل ده بيستر بيته جدا جدا وبيستر مراته، بيغير على مراته، بس مش شرط ان هي هو ان هو يبين، فربنا رب يكفيهم شر العين، والله اعلم. والله اعلم. طيب يعني مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معاكم، وهتلاقوا دايما ارقام تليفوناتنا موجوده على شاشتنا، اللي ما يقدرش يكلمنا على الهواء يقدر يبعت لنا اي سؤال او يبعت لنا حلمه على في رساله اس ام اس على 94174 من داخل مصر، وبالنسبه للدول الخارجيه او خارج مصر يقدر، هتلاقوا ارقام الاس ام اس تلاقوها على شاشتنا، تقدروا تعرفوا رقم الدوله الخاصه بيكم وتبعتوا لنا برضو وهنجاوبكم على الهواء مباشره. معايا اس ام اس استاذه منى بتقول: انا حلمت ان صاحب اخويا الصغير لبسني 4 غوايش، وكنت في محل الذهب وكنت فرحانه، وكنت لابسه دبله، وفي واحده قالت ليا هو يعني بعد كده عاوزه ايه، بتقول لها انت بعد كده يعني بعد كل ده عاوزه ايه تاني، بتقول انا لسه انسه. هو ان شاء الله هيتقدم لك واحد كويس، بس بلاش النمره ده، لان لبس الغوايش من واحد صاحب اخوك قبل ما تتخطب وكده، فبيدل على التفكير وبيدل على تطلعك لامور بعيده خالص، فانا عايزاك اللي يتقدم لك ويكون كويس وانت حاسه انه كويس توافق عليه على طول، وبلاش النمره ده على اي حد خاصه لو طيب يعني، والله اعلم. طيب في معايا برضو رساله صغيره كده من اسماعيل محمد بيقول: انا حلمت ان انا صايم وشربت سهوا وانا صايم. لا، والحمد لله انك صايم، فبيدل على ان ربنا هيرضيك وهيطعمك من عنده وهيوسع رزقك ان شاء الله، والله اعلم. والله اعلم. طيب اتمنى كل اللي بعتوا لنا الاس ام اس يا جماعه يكونوا بيتابعونا دلوقتي عشان يسمعوا تفسير احلامهم. معايا رساله بتقول: اخويا على خلاف مع زوجته، واختي حلمت ان هو غير هدومه، وامي غسلت له الهدوم بتاعته. لان هو غير غسلت له ايده، عفوا، ان هو غير هدومه اللي كان لابسها. غير هدومه ووالدته غسلت له ايده. طيب هو يا رب يكون ربنا يهدي للزوجه ديت، ويا ريت حد يتدخل ويعقله شويه، لان ربما انه يكون بيفكر في واحده ثانيه وكده، فربنا يهدي له الحال يا رب العالمين يا رب. طيب في اس ام اس ثانيه بتقول: انا عندي طفله صغيره دايما بحلم لها احلام مش كويسه، مره ان هي بتموت ومره ان هي بتغرق. لا، ده تحزين من الشيطان بيخش لك عشان يخوفك على بنتك وكده، وينسيكي ربنا، ودايما تبقي خايفه عليها، واعرفي ان هي في الاول وفي الاخر ملك اللي خلقها يعني، وعليكي بالرقى الشرعيه برضه لها، والله اعلم. والله اعلم. طيب في معايا برضو اس ام اس سريعه بتقول: جارتي حلمت ليا ان انا رايحه عمره انا وزوجي، وابنها كان معانا بس ما كناش لسه رحنا العمره. ان شاء الله في فكه قريبه خالص عليكم، لان هنا العمره بتدل على قضاء اي شيء انتوا بتتمنوه، والله اعلم. طيب وجود ابنها وجود ابن جارتها معاهم ده ما بيفرقش في حاجه؟ لا في لا، مش شرط، ده رمز بس. رمز. طيب خليني اخد رساله من دعاء هي لسه انسه بتقول: حلمت اني مع ماما واقفه عند جامع المرسي ابو العباس، ولقيت الشيخ احمد عبده عوض واقف امام الجامع، فقلت لماما ان انا هروح الحق الصلاه معاهم، فلقيت ستات اعرفهم كانوا قاعدين على الارض. ان شاء الله بيدل على في عريس هيتقدم لك، واحمد من حمد وعوض وعبد وكده، فبيدل من عوض ربنا عليك هيتقدم لك شاب كويس جدا، وانك تقعدي مع ستات، فبيدل على ان اهل العريس ده يبقى راضيين بك اكتر منه هو، وان شاء الله خير بامر الله، والله اعلم. والله اعلم. طيب نرجع مشاهدينا الكرام، واستأنف استقبال تليفونات حضراتكم على الهواء مباشره، وخلوني اخد اتصال جديد. مدام هند، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم استاذه منى؟ اتفضلي. ازيك يا هند؟ اهلا حبيبتي. انا بس كنت عايزه اقول لك بس الحكايه من الاول، يعني زوجي كان في مشاكل وهو تزوج عليا واحده ثانيه وطلقها من فتره، فحصلت نفس المشاكل برضو، وانا خدت موقف، فمش عارفه انا هرجع ارجع له ثاني ولا لا.
فحلمت حلم كده، فهكت تفسره لي بقى. حاضر حبيبتي. يعني حلمت زي ما يكون انا رحت كده مكان وشفته هو داخل البيت، وزي ما يكون البيت ده من ازاز، شايفاه عن طريق ازاز، شايفه كل حاجه جوه البيت ده. وشايفاه واقف وزي ما يكون موطي كده في الارض، وانا بطل عليه من بره شايفاه يعني. وشويه كده لقيت زي ما يكون ايدي دخلت من جوه الازاز ده، وهو يعني زي ما يكون ايه يعني بدأ لقى ايدي بات ايدي مثلا كده. هو زق ايدك من الموقف ده، دخلت الزوجه اللي هي الثانيه دي من الباب وجت وقفت جنبه. كانت لابسه هي اسود بدله سودة كده، ولما شعرها وحاطه مكياج في وشها. فاول هي ما وقفت انا شلت ايدي. وقفت بعيد كده، وجت والدتي ايه نادت لي، فرحت ماشيه معاها. فانا مش عارفه يعني في مشاكل دلوقتي موجوده، فانا يعني مشاكل كبيره، فمش عارفه وصلت لموضوع الطلاق يعني، فمش عارفه هو في اولاد منكم؟ مش عارفه اعمل ايه. في اولاد منكم؟ عندنا 3 بنات. ما شاء الله. وهو جاي منها ولد. ما انا شايفه ان هو يعني هو مايل لها شويه عنك يعني. طب انا هقفل واسمع من حد. طيب يا حبيبتي. حاضر. طيب حاضر، شكرا ليكي مدام هند. اسمعينا دلوقتي بالتلفزيون كده ونشوف الاستاذه منى هتقول لك ايه. هو انا شايفه والله اعلم ان هو مش هيستغنى عنها، عن الزوجه الثانيه هو بيملها اكتر من ديت وكده، بس انا ديت انا كنت هقولها لو ما كانش في اولاد خلاص كل واحد يروح لحاله، لكن في 3 بنات لا محتاجين لوالدتهم جدا جدا جدا. ومعلش استحملي وتعالى على نفسك وخليه يرجع لك او كده، او عدي الامور عشان البنات، لكن لو ما كانش في اولاد كنت انا اقول لك على طول الله يسهله وخليه يروح لها. طيب استاذه منى هي دلوقتي بتقول لك ان هو طلق الزوجه الاول اللي هو اتجوزها، الزوجه الثانيه طلقها برغم ان هو مخلف منها ولد. بس هو بيحبها يعني من جوه، لان هي لبست البدله السوداء واقفه قدامه فرحه بالمكياج، والثانيه مشت مع والدتها وكده، فبيدل على انه ميل للثانيه اكتر. يعني بعد ما طلقها لسه برضه في ميل ناحيتها شويه. فيا رب يسهل لهند الحال يا رب كده وتفكر صح. طيب هند عموما فكري في اولادك وبناتك، يعني هم اهم حاجه بالنسبه لك، حاولي بقدر الامكان تاخدي القرار الصح، برضه تحملي شويه عشان خاطرهم، يبقى لك بيت برضه وتكوني موجوده معاهم، ما يحصلش اي مشاكل، ما يفترقوش، ما يحسوش ان والدهم في ناحيه وامهم في ناحيه تانية، فخليهم هم المنصب الاول في عينيكي لما تيجي تاخدي اي قرار. خلينا نرجع لتليفونات مشاهدينا الكرام، وفي معايا اتصال جديد. الاستاذه اشرقت. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ممكن اتكلم مع استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت عايزاكي تفسري لي حلم. حاضر يا حبيبتي قول. لو سمحت، انا جدتي متوفيه. وحلمت بيها ان هي صحيت يعني. وان خالاتي متجمعين عندها وكلهم لابسين اسود وهي لابسه اسود. وقامت وقالت ان هم ان هي كانت حيه ودفنوها وهي حيه. ان هي ايه؟ ان هي كانت حيه ودفنوها وهي حيه. كانت صحيه ودفنوها وهي صحيه. يعني هم شخصوا حالتها غلط بس دفنوها هي حيه. بس وانا قعدت اعيط جامد وصحيت يعني وانا معيطه، بس في اخر الحلم قامت وهي لابسه ابيض وبتقول ما تعيطوش وبتاع، وهو الحلم خلص على كده. هو انت مخطوبه؟ نعم. انت مخطوبه؟ لا. طيب حاضر حبيبتي. طيب شكرا ليكي يا اشرقت واشرقت الانوار علينا باتصالك بينا، بشكرك. ونسمع كده تفسير الاستاذه منى من التلفزيون ونشوف رايها ايه. هي هنا بتودي رساله للاهل اللي هي كانوا موجودين معاها في الرؤيه، مع الجده دي في الرؤيه، بتقول لهم ان في امور بتبقى كويسه خالص بين ايديكم، انتوا بتموتوا الامور ديت وما بتعرفوش تاخدوا فيها القرارات الكويسه، ففكروا في اي امر ما تتسرعوش فيه، ما تنوهوش، خلي فرصه عندكم في التفكير، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي فعلا هتفكروا في مواضيع، لان في مواضيع هتجد عليكم هتفكروا فيها هتطلع صح وحلوه ان شاء الله، لدرجه ان هي جات لكم في الاخر لابسه ابيض. فهي بامر الله الفتره اللي جالكم ديت فضلت فعلا تفكير صح واختيار صح في الامور كلها، والله اعلم. والله اعلم. طيب خليني اخد كده رسائل اس ام اس سريعه ما بين التليفونات. معايا رساله بتقول اختي حلمت ان هي يعني واحده من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بان هي لسه انسه وجالها خطاب كتير وما حصلش نصيب لحد دلوقتي. لا ان شاء الله بامر الله بشاره طيبه ان هي يجي لها، بس مع التاخير شويه، بس ما تستعجلش لان الصبر اللي جاي لها واللي جاي لها ده كويس جدا مع الصبر، والله اعلم. والله اعلم. طيب خلوني ارجع للتليفونات مره تانية، وفي معايا على الخط استاذه نوره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك يا فندم. حضرتك الصوت واطي جدا. طب انا سامعك كويس يا استاذه نوره، اتفضلي. طيب ازي حضرتك استاذه هين؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليكي. ازيك يا نوره؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، الله يخليكي. الله يبارك لك، انا تعبانه قوي قوي قوي،
وعندي حلمين. طب قولي يا حبيبتي. بس هقولهم لك وهقفل واسمع من التلفزيون. حاضر يا حبيبتي قول. هو اول حلم اختي حلمت لي اني انا بشرب جايبه زيت ولبن، وبعدين انا قعدت اكل منهم، وهي بتقول لي بقول لها تعالي كلي معايا، فقالت لي لا، فانا قعدت كلت. ماشي. ده اول حلم. انت شربتي زيت؟ شربتي زيت؟ نعم. شربتي بتقولي زيت؟ اكلت منه. انا قعدت اكل لبن، لبن على زيت، لبن على زيت. طيب هو انت، طب استني، انت مصابه بحاجه من السمسة او السحر او حاجه؟ انا تعبانه، انا تعبانه فعلا، وناس كتير يقولوا معاكي عشق، وفي ناس يقولوا ان ما هو الزيت. بس انت خلي بالك، معمول لك، انت معمول. والله حضرتك انا زمان رحت الواحد فقال لي لو ما جبتليش تاني هوقف لك حالك. الحمد لله يا رب، يعني لا طايقه ان انا اطلع بره البيت ولا اي حاجه. بس ده اول حلم. تاني حلم امبارح حلمت ان انا كنت يعني مش لابسه حاجه خالص، وراح عند عمتي في واحده، انا وانا ماشيه استخبيت تحت عربيه ان انا اداري نفسي، يعني استر نفسي. فبعت الواحده جنبي عمتي، فبقول لها خليها تجيب لي لبس البسه، فعمتي جات وما جابتش لبس. ففي فرح في واحده، نعم اتفضلي كملي. في واحدة أنا كنت مرتبطة بأخوها زمان، بس هو مات الله يرحمه. الله يرحمه. فبعدين هي اللي هي راحت تتجوز في المكان اللي عملتي فيه، وبعدين أنا رحت لبست في العربية جايبينها ومودينها للعروسة في هدوم مغطيين بها اللزبتة. أنا لبست عباية من اللي هم مغطيين بها اللزبتة، بس مش جديدة. ماشية. فلبست منها، فمشيت دخلت في الشارع ومعايا عمتي. فبتقول لي انت، بقول لها يا مين اللي هتتجوز؟ فبتقول لي ايه دي هبه. بقول لها هي جوزتها حلوه؟ قالت لي دي جوزتها حلوه قوي. فاللي واقفه بتقول لي خدي عبايه تاني غير اللي انت لابساها. قلت لها لا خلاص انا لبست ديت، بس انا وانا ماشيه مكسوفه وخايفه منها، خايفه حد يشوفني وانا لابسه العبايه قديمه. فالمهم ركبت في توك توك انا وواحده، فالواحده دي راكبه قدام، فبقول لها انا كان معايا فلوس، فببص لقيت معايا 2 جنيه فضيه وهي بتديني جنيه وهي راكبه قدامي، وانا ركبت بس مشيت في اتجاه غير، يعني مشيت غير بيتنا، مشيت على طول، ركبت التوك توك ومشيت على طول. بس ربنا يشفيك الاول يا نوره. حاضر حاضر يا نوره، اسمعينا كده من التلفزيون. انا بشكرك على اتصالك بينا، ونشوف كده الاستاذه منى هتقول لك ايه، وهي تقريبا يعني وصلت للحاله اللي انت موجوده عليها. اما هو الحال الرؤيتين فبيوضحوا ان هي فعلا تعبانه جدا جدا ونفسيتها متدمره. بس انا عايزاك يا نوره بس تروحي لصلاتك، لان اللبن اللي عزيت اللبن هنا هو التزامك بدينك والفطره بتاعتك الطيبه، والشيخ اللي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي هو استغل الامر بتاعك وقال لك اوقف لك حالك لما كنتش تجيني، ومعلش هو ده حال الدنيا يعني. فانا عايزاك الاول تلتزم كده بصلاتك واعملي نفسك رقيه شرعيه، وانا عارفه ان حتى لو انت عملتيها تحسي ان انت زي ما انت برضه. فانا عايزاك بس ايه يعني تحاولي تعمليها النهارده وبكره كده، قبل ما ان شاء الله نتواصلوا مع بعضنا بكره ويبقى في حل بامر الله يا نور. ان شاء الله نوره، حاولي تكلمي الاستاذه منى بكره ان شاء الله على الساعه 1 بعد الظهر كده على الخط الساخن. هتلاقوا يعني استاذ احمد مخرجنا الجميل كده يخلي رقم الخط الساخن، ولو حتى يعني جزء من الدقيقه كده على شاشتنا عشان الناس تشوفه. اللي حابب انه يتواصل مع الاستاذه منى على الخط الساخن هيلاقوا الرقم موجود على الشاشه دلوقتي. استاذه منى، في عندي بس سؤال لحضرتك، هو جاي لي امانه من زميله يعني شغاله معانا في الاعلام انا اعرفها، استاذه ياسمين، بتسال بتقول انا دايما بحلم ان انا لابسه اسدال. الحلم ده بيتكرر معاها على طول، هي لبسها عادي، هي يعني بتلبس جينز وكده، بس في نفس الوقت حاطه اشارة على شعرها. لا، هو هنا لبس الاسدال بيدل على سترها، وبيدل على ان في ناس بتحاول ان هي تتدخل في حياتها او تتكلم على او تاخد فرصه من حياتها، بس ما بيطلعوهاش ولا بيعرفوا خالص، ومستوره دايما ومحميه منهم الحمد لله، وبتعدل خطوات النجاح. طيب الحمد لله ياسمين، اتمنى تكوني انت بتشوفينا وسمعتي التفسير من الاستاذه منى. وعندي سؤال تاني يا استاذه منى، يعني لاحظت النهارده في كذا حلم بيجي لنا كده انه اللي بيحكي لنا الحلم قبلها بيقول انا تعبان، انا عندي مشكله، انا عندي كذا. هو ليه دايما احنا بنربط الحلم بمشكله او بحاجه معينه في حياه الشخص؟ مش ممكن يجي الحلم ده ملوش علاقه خالص بالموضوع اللي هو عايشه؟ ممكن طبعا خالص، يبقى بعيد خالص عن المشكله بتاعته، وعلى حسب تفسيره للرؤيه. يعني هي دلوقتي كانت بتقول قبل ما تقول انا تعبانه، موضوع الزيت ده حاجه معروفه، يعني زيت على لبن معروف سحر او مس او عشق زي ما هي قالت، او حد عمل لها يعني. فالموضوع بيبقى معروف، وطبعا اكتر الرؤى الصحيحه يعني بتبقى على حسب حاله الشخص، اللي هو الحلم على حسب حاله الشخص. اما الرؤيه فبتبقى من الله بتبشره بشيء او بتنذره من شيء، لان ربنا بيحب عبده فدايما بينذره يا بيبشره.
اما اللي هي كانت بتقوله ده في رؤية مع حلم، الشق الثاني هو حلم. فعشان كده انا عرفت الحاله بتاعتها، فانا قلت لها انت اكيد في حاجه من الجن خاصه بك انت، معموله لك انت، ففعلا طلع معمول لها. طيب بالنسبه لنورا، بما هي يعني بما ان هي في الاول قالت حالتها وقالت هي عارفه ان هي عندها سحر او في عمل معمول لها او كده، تنصحيها بايه لو هي عارفه، بما ان هي عارفه حالتها، تنصحيها ايه يعني لو انت قاعده دلوقتي؟ انصحها إيه؟ ان هي تلتزم بالقران، بس شكل الموضوع كبر اكتر، طلع اكتر من موضوع ان هي يكون معمول لها، لان دخلت في جانب تاني كمان اللي هو الشيخ اللي هدتها ده، كانت رايحه المفروض تتعالج، فقال لها لو مش هتجيني هوقف حالك، فعلا هو عمل لها حاجه كمان. يعني جانب اللي معمول لها هو الاخر عمل لها. يعني هو العمل المعمول مش معمول اساسا من لا ده هي راحه لا 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 ده هي راحه للشيخ علشان يعالجها، عشان يشوف حالتها ايه، فهو الاخر استغل الموقف فبقوا زود زي ما بيقولوا يعني. فالله يعينها يا رب عليا فيه، بس ان شاء الله تنتصري عليه او على غيره بامر الله، طول ما احنا معانا ربنا يا نورا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نورا، حاولي تتواصلي مع الاستاذه منى عن طريق الخط الساخن، وان شاء الله قد تكون هي سبب في شفائك يا رب، وطبعا الشافي والعافي هو الله سبحانه وتعالى. خلونا ناخد رساله اس ام اس كده بتقول انا حلمت ان انا كنت في مكان ابيض في ابيض، وكان كله اوض او غرف يعني، بعد كده خدت طفل ووقفت قدام شباك وشفت يعني الطفل ده وريت للطفل ده شعري، وكان شعري محروق تمام، وكان مش عارف كان بيطير تقريبا او كان طاير، وبتقول انا شفت والدتي بتبكي. هو بيدل على انك في ابتلاء شديد جدا جدا، اما النور الابيض والبيض اللي حواليك فرعيه ربنا بك ان شاء الله، فما تيأسيش، الرحمه في معاكي وموجوده وجايه لك ان شاء رب العالمين، بس عليك بالصبر وما تيأسيش من اي حاجه، وتخرج ان شاء الله من البلاء اللي انت فيه، والله اعلم. والله اعلم. طيب مشاهدينا الكرام، طبعا احنا ما زلنا متواصلين معاكم، بستقبل تليفوناتكم على الهواء مباشره، وبنستقبل كمان رسائل الاس ام اس الخاصه بحضراتكم. يعني انا بستغل الفرصه كده بقول مجموعه رسائل موجوده معايا، اتمنى ان اصحابها يكونوا بيتابعونا دلوقتي. معايا اس ام اس بتقول انا حلمت ان انا راكبه قطر. طيب خليني عشان دي طويله شويه هاخد التليفون ده الاول. معايا على الخط استاذ سعيد. استاذ سعيد السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الاستاذ هادي؟ اتفضل يا استاذ سعيد، بس استاذنك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون على طول، اتفضل يا فندم. ماشي يا فندم. كنت مصلي استخاره يا فندم. تمام. مصلي استخاره يا فندم. ماشي ماشي سامعينك كمل. تاني يوم في نفس الليله بتاعت الاستخاره شفت واحده بتعدي قطن. بتعدي وواحده بتغرب الكمون. واحده بتعبي بن. واحدة بتعدي قطن ابيض. قطن ابيض تمام. وواحدة بتغرب الكمون. بتغرب الكمون تمام. واختي يا فندم سامعني؟ سامعك اتفضل كمل. فكان كنت انا يعني بستخير بالله، كان عندي مشوار قضية واستخرت بالله يعني، واديتني في نفس الرؤيه دي في نفس الليل، حلمت يعني شفت في الاستخاره واحده بتعدي قطن وواحده بتغرب الكمون. بس كده هو ده الحلم. وتاني يوم اختي استخارت لي برضه، حلمت ان انا جاي وبقول لها ان شاء الله انا هوسع على اخواتي كلهم، كل واحد ببيت، فما تقول لي انا، وانا برضه قلت لها وانت ان شاء الله هديكي بيت، فامي بتقول لها لا انت اقعد هنا في بيت العيله. مستمتعين منك. هو اللي رفع القضيه هو اللي رفع القضيه على حد. طيب استاذ سعيد، هي القضيه انت اللي رافعها على حد ولا حد رافع عليك قضيه؟ لا يا فندم، دي القضيه دي علي انا، عليك انت. انا قضيه جنايات. تمام يعني القضيه عليك انت. طيب يعني متهم في قضيه سلاح، يعني متلفقه لي قضيه سلاح. تمام، ربنا يخرجك منها على خير ان شاء الله يا حاج سعيد. حاضر يا حاج سعيد، شكرا على اتصالك. اسمعنا بقى دلوقتي من التلفزيون كده ونشوف الاستاذه منى هترد عليك تقول لك ايه. هو ان واحده بتعبي قطن وكده، فالقطن بيدل على المال وعلى الراحه ان شاء الله صاحب الرؤية، اما الكمون فبيدل على شويه القلق والغم اللي هم ممكن يكونوا مصاحبينه وملازمينه الفتره ديت. اما الرؤيه الثالثه اللي هي لو بقول هدي لكل واحد من اخواتي، هو يعني نادر تلاقيه قايله، فكان بيقول لو ان شاء الله ربنا فك عليا، بس انا بشرك ان شاء الله القضيه دي بامر الله ربنا هينجيك منها، والله اعلم. والله اعلم. طيب برضو بشرة خير كويسه يا استاذ سعيد، ويا رب ان شاء الله يخرجك منها على خير، ونسمع عنك اخبار طيبه ان شاء الله.
خلوني اخد اتصال جديد مشاهدين الكرام معايا على التليفون. استاذه منى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا فندم. اتفضلي. ازيك يا منى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انا حلمت خير. انا هسمع حضرتك بعد كده لما اخلص معاكي. حاضر يا حبيبتي. حلمت ان اخويا بيحاول يشتري شقه، فاحنا انا دخلت كذا مكان انا وهو وماما ان احنا نشوف له الشقه دي، بس مش عاجبني اي حاجه. فجينا في شقه كانها في ارض زراعيه او عند الارياف كده، البيوت الواسعه دي. فقلت له ايوه المكان ده واسع وكويس جدا، إيه هو حلو قوي ليك وكده. ودخلنا فعلا المكان انا مرتاحه فيه جدا. واحنا قاعدين في المكان ده قابلنا اتنين ستات اللي هم اصحاب البيت اصلا، فقعدنا ناس محترمه جدا وقعدنا نتكلم معاهم. فانا قاعده كده بص لقيت اخويا زي ما تقولي حاجه بتنزل من مناخيره، مره واحده لقيت دم كتير جدا نازل من مناخيره. فالست دي قامت تجري، جابت ايديها كده وبتقول له طب هات بس وكده، فايديها كلها اتغرقت دم وكده. فانا بقوم اجيب لها منديل، لقيت طليقي، لقيت في نفس الوقت اللي انا بجيب لها فيه المنديل ده بعت لي واحد صاحبه، هو زي ما تقولي هو تحت في البيت، وبعت لي واحد صاحبه فوق بيقول لك جوزك هو عايز 1000 جنيه سلف منك. فانا سكت كده، وبعدين قلت له طيب ماشي. بس انا قعدت ما بيني وما بين نفسي وهو واقف كده بقول ايه، هو ما ادانيش حقي في العفش، يعني هو خد حاجته وانا خدت حاجتي في الحقيقه. بس في الحلم انا قعدت ما بيني وما بين نفسي كده وانا بقول له كده، قلت ايه يعني خلاص انا واثقه فيه، انا هديله ال 1000 جنيه، هو بالتاكيد هيرجعها برغم ان هو خد حاجتي، بس بالتاكيد هو هيرجعها. طب هو اخوكي مرتبط يا مدام منى؟ اه متجوز ولا خاطب؟ لا مرتبط. متجوز. اه طب هو عامل ايه في حياته؟ الحمد لله كويس جدا مع مراته الحمد لله. طيب الحمد لله يا حبيبتي. وانت خلاص كده انت وطليقك كل واحد منكم في حاله؟ اه ماشي يا حبيبتي. حاضر. بس المهم ان احنا قعدنا في البيت ده وكده وخلاص احنا مرتاحين المكان، بس ده اللي حصل فيه. وانا كنت جايبه لبس، ففي نفس المكان في الست بتقول لي ده لبسك ده كويس جدا، يعني انا ما اعرفش ايه اللي ودى لبسي في المكان ده. فبتقول لي لبسك ده غالي وكويس قوي، ده ان شاء الله يعني شكله غالي وشكلك هتلبسيه كويس، يعني هتلبسيه ان شاء الله في حاجه كويسه. هو انت كده اتطلقتي طلاق نهائي؟ انا لسه في الشهور العده. اه انا لسه في الشهور العده. طيب يا مدام منى انا بشكرك على اتصالك. اسمعينا بقى الوقت كده بسريعة من التلفزيون ونشوف كده الاستاذه منى هتفصل لك الحلم ازاي، وان شاء الله خير باذن الله. هو ان موضوع والله اعلم، موضوع اخوها ينزل من مراخير ودم وكده، في واحده تروح وتمسح او تجري وكده، فان شاء الله بامر الله والله اعلم. فبيدور ان هو يمر بابتلاء صغير جدا، بس على طول الابتلاء ده يفوق منه ويرتاح منه ان شاء الله، ويا رب يكون بعيد عن بيته، دي اهم حاجه. اما موضوع ان انت طليقك وكده ان هو يبعت عايز ياخد ال1000 جنيه والحاجات دي، فمعناتها ان هو محتاج لك جدا وندمان عليك جدا جدا، ويتمنى انه يرجع لك، بس القرار انت خدتيه خلاص. وعلى فكره موضوع ان هدومك في مكان تاني ده بيدل على عريس تاني ان شاء رب العالمين، ربنا يكرمك بيه وهيعوضك على اللي فات. والله اعلم. والله اعلم. مدام منى اتمنى تكوني سمعتي التفسير بصوره واضحه. خلونا كده، جات لي مجموعه رسائل دلوقتي عايز اخد منها مجموعه رسائل سريعه. معايا اس ام اس بتقول حلمت ان انا بعمل بسكويت او كيك وقلت لوالدتي انه هيطلع حلو، ده جالنا امبارح على فكره، وابتسمت والدتها وقالت ايوه، وبعد كده رحت عشان يعني عشان اسويه، فدخلت داخل المسجد وكان الفرن موجود في مكان الوضوء. انا قلت لها امبارح ان شاء الله ده خبر طيب جدا وحاجه كويسه ومشوره منك حلوه، ولازم ان الام لو انت قلت لها على حاجه الايام ديت ولا كده تقتنع بيها وتصدقها، لان اختيارك هيبقى صح. والله اعلم. والله اعلم. اتمنى من صاحبه الحلم او الرساله ان هي تكون سمعانا، لان احنا فسرناها امبارح برضو والنهارده دي تاني مره. خليني اخد اس ام اس ثانيه بتقول حلمت ان انا ماشيه في طريق ولقيت جنيه معدن وبعدها لقيت ربع جنيه، ده برضو جالنا امبارح. فك ورزقك في رجلك ان شاء الله، ورزقك في رجلك بامر الله. والله اعلم ان شاء الله. طيب معايا برضو رساله بتقول حلمت ان اختي موجوده في لمه، يعني حواليها لمه، وهي معاها اختي الكبيره يعني الاكبر مننا، وفجاه ضاعت او فقدت التليفون بتاعها. لا ده بيدل على اللمه دي، فبيدل على الاخبار اللي تعباها والناس اللي حواليها والامور اللي مش ملمومه، فبيدل على التليفون اللي بيضيع على شيء انت كنت مستنيه او خبر نفسك فيه بس مش هيتم. والله اعلم. طيب معايا اس ام اس ثانيه بتقول في حلم بتكرر معايا، مره بحلم ان انا برفع الاذان ومره ثانيه ان انا بصلي امام بالناس في المسجد. بيدل على علوك بين الناس وانك هتنتفع بعلم هتفيد باللي حواليك وتفيد بنفسك. والله اعلم. والله اعلم. طيب في معايا برضو رساله طويله شويه بتقول حلمت ان خطيبي جاي قدام البوابه بتاعتنا بالعربيه وفي ايده برواز فيه ايه قرانيه وكيس، الكيس فيه قطعه شوكولاته وكان بياكل كان بياكلها في ايده يعني، وايده الثانيه كان فيها قطعه حلويات، الكيس كان فيه قطعه شوكولاته
وفي ايده كان في قطعه حلويات كان بياكل منها، اداني حته انا مش فاكره ان انا اخدتها ولا لا، وفي نفس الكيس برضو في حاجه شبه زي ما يكون كده دبله او خاتم. اخوه كان اسمه محمود، كان واقف معايا جوه عند البوابه، وكنت بقول له هو جاي ليه؟ قال علشان يصالحك مع ان الخطوبه بتاعتي اتفسخت من اسبوع. لا هو عايز يرجع لك تاني وندمان عليكي جدا، والايه القرانيه اللي بيجيبها ديت فالمره الجايه ان شاء الله يخش لك بما يرضي الله، فحاولي تسامحيه. والشوكولاته وكل الرموز اللي في الرؤيه بتدل ان الشخص ده كان حلو جدا ومناسب ليكي، والله اعلم في نصيب ولا لا، بس انا شايفه ان في نصيب، الله اعلم. والله اعلم. طيب اتمنى برضو من صاحبه الرساله ان هي تكون سامعانا، وكل شيء مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. خلوني مشاهدينا الكرام ان انا ارجع استقبل تليفونات حضراتكم، معايا على الخط اتصال جديد. الو السلام عليكم. ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الأستاذة منة؟ اتفضلي. ازيك يا أم محمد؟ الله يسلم حضرتك، الله يخليكي. اتفضلي يا حبيبتي. أنا كنت دايما بحلم إن أنا بذبح ابني. بتذبحي ابنك؟ حلمت الحلم ده 3-4 مرات. هو عنده كام سنة؟ أنا كنت بحلم وهو كان طفل لسه صغير، هو حاليا عنده 21 سنة. ربنا يخليه لك يا رب العالمين، بس أنت بتخافي عليه جامد، هو الكبير بتاعك؟ لا هو اصغر واحد وانا بحبه جدا وبخاف عليه جدا. ما انت بتخافي عليه جدا، بتذبحيه ده انت عايزه تحميه من عيون اللي حواليه كلك. فربنا يخليه لك يا رب، وسلميها لله يا ام محمد عشان ربنا يخليه لك ان شاء الله. شكرا ليك يا ام محمد. اخر العنقود بقى وبتخاف عليه يعني؟ ما هو خوف زايد جدا. ربنا يخليه لك يا ام محمد ان شاء الله، وتشوفيه عريس كده وتفرحي بعياله باذن الله. خليني انتقل لتليفون جديد معايا على الخط. استاذه امل السلام عليكم. استاذه امل ازيك يا استاذ هاني؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذ هاني؟ وطي التلفزيون يا امل، لو انت جنب التلفزيون وطيه بعد اذنك. ازيك يا استاذه منى؟ اتفضلي. ازيك يا امل؟ ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الو. ايوه سامعاكي، اتفضلي. ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. هو انا واحده جارتي حلمت لي ان انا قاعده في جنينه كبيره واسعه ومقليها باب حديد كبير، وان انا في اتنين مانيكان محطوط عليهم فستانين عرايس، فستان ابيض وفستان بامبا، وانا قاعده في نص الاتنين مانيكان ولابسه فستان موف شكله جميل. انت لسه انسه يا امل؟ بس انت لسه انسه؟ لا انا متزوجه ومعايا بنتين. ربنا يخليهم لك يا رب العالمين. حاضر يا امل، شكرا يا امل. واسمعينا بقى دلوقتي من التلفزيون كده ونشوف الاستاذه منى هتقول لك ايه. هو موضوع الجنينه وكده فبيدل على الوسع اللي عليها، والباب الحديد بيدل ان شاء الله على قوتها في الحياه وعلى اختيارها الحلو. اما الملكانات اللي هي عليها فستان ابيض واللي عليها فستان موف باين، او هي كانت لابسه فستان موف، وفي ملكان اتنين ملكين، واحد عليه ابيض وواحد لونه بامبي تقريبا. فالابيض والبامبي هو لما كانت هي متجوزه كان هيبقوا عريسين، هي متجوزه هم البنوتين اللي عندها، اللي ربنا يخليهم لك يا رب، وان شاء الله تشوفوا مع رئيس، ودي امنيتك في الحياه، ربنا يخليهم لك يا رب العالمين. يا رب ان شاء الله. اتمنى يا امل تكوني سمعتي التفسير. وخلينا ناخد تليفون جديد معايا على الخط. استاذه نهى السلام عليكم. وعليكم السلام. الو. ايوه ممكن اتكلم مع استاذه منى؟ اتفضلي. ازيك يا نهى؟ ازي حضرتك؟ ممكن احكي بس حلمين معايا؟ قولي يا حبيبتي اتفضلي. اول حلم مرات اخويا حلمت ان هي عند اختي في المحل بتاعها كله هدوم، وهي لسه فاتحه محل جديد يعني. فكله حاجات اولاد وبنات كده، فهي اديتها بصت على الهدوم وقالت ان هي خدي البنطلون الصغير دوت. ده اول حلم. بتقول لك انت خدي البنطلون لك انت؟ لا هي اختي بتقول لمرات اخويا اللي هي تاخد بنطلون الصغير ده، وخدته منها. هي معاها اولاد؟ هي معاها بنوته وكانت لسه حامل، بس ما حصلش نصيب يعني. وموضوع البنطلون ده بعد الحمل ان هو ما كمش يعني. تمام. في حلم كمان. هي مرات اخويا حلمت لي ان انا في مكان كبير، راحه مكان كبير قوي زي فيلا كده، وبتقول لي ان هي معموله مفروشه حلو قوي، ومعموله ب الحاجات اللي حواليها معموله زي ميه ذهب كده، هي بتسالني مين اللي عامل لك دوت، انا قلت لها سيد عامل لي كل ده، رغم ان انا ما اعرفش حد بالاسم ده. بتقول لك مين اسمه؟ سيد. نفس الحاجه. انا حلمت برضو ان انا طلعت عبايه من جهازي، لونها ابيض في ذهبي كده، طلعت عبايه انا لبستها وقلت لمامتي هيو جه الوقت اللي انا البسها، ماما قالت لي ان هي لازم تتكوي، قلت لها لا هي مش مهم يعني، فهي كده كويسه.
وانت لسه ما اتجوزتيش يا نهى؟ لا لسه. ماشي حبيبتي. طيب شكرا يا نهى، اسمعينا كده من التلفزيون دلوقتي ونشوف كده الاستاذه منى هترد عليكي في الثلاث احلام بتوعك ونشوف تفسيرهم ايه، وان شاء الله بشره خير. هو ان شاء الله الرؤيه الاوليه فبدل على بامر الله ربنا هيعوضها، وعن عن اللي هو ما تمش معاها موضوع الحمل ديت ان هي دي تطلع البنطلون ان شاء الله بامر الله هتجيب تاني ان شاء الله. تمام. اما الحلم الثاني فمعروفه على طول ان شاء الله ربنا هيدي انها انسان شاب كويس جدا جدا، هيبقى رزقه واسع في الحياه وهيمتعها ويخليها احسن واحده في الدنيا ان شاء الله. والله اعلم ان شاء الله. طيب نهى اتمنى تكوني سمعتي تفسير الاحلام بتاعتك، وخلينا ناخد اخر اتصال كده عشان اخد بس اخر دقائق للاس ام اس. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ملك. اهلا بيك يا ملك، اتفضلي. انا عندي ثلاث احلام ممكن اقولهم. طب قوليهم وعلي صوتك شويه بعد اذنك. حاضر. انا حلمت مره بنت كنا شارين فساتين انا واختي، كنا رايحين فرح، بنت عمي قالت لي اختي جابت فستان اخضر وانا جبت فستان بني، وكنا رايحين فرحه قالت لي البسي حلو عشان لما يشوفوك حد يعجبوا بيكي. هو انت واختك مش متجوزين يا ملك؟ لا. بس كده؟ في حلم تاني ممكن احكي. طب قولي حبيبتي قول. حلمت مره ان انا كنت مخطوبة، يعني اتخطبت لواحد اسمه يوسف. وبعد كده نسيت يا ملك ولا ايه؟ يعني راح وراني البيت بتاعه والشقه وكل حاجه، وبعد كده اكتشفت انه مسيحي. فكركشنا يعني. طيب يا ملك حاضر، شكرا، واسمعينا من التلفزيون كده يا ملك، والاستاذه منى هترد عليك ان شاء الله. هي الرؤيتين اولين فساتين وكده، فان شاء الله بيدل على اتنين عرسان فيهم، واحد كويس وواحد حلو، يعني واحد كويس واحد مش كويس. اللي كانت لابسه الفستان البني ده انها تقدم لها واحد يعني عايزاهم يسالوا عليه وكده ويشوفوا نظامه نظامه ايه وكده في الـ في الـ في الجو بتاعه يعني. اما الرؤيه الثانيه بتاعت يوسف كده ففعلا نفس اللي كانت لابسه الفستان البني هي اللي تقدم لها الشخص ده اللي هو مش كويس. والله اعلم. والله اعلم، يعني الرؤيتين بيردوا على بعض زي ما احنا بنقول يعني. طيب خلونا مشاهدينا الكرام، اولا انا بعتذر جدا جدا لكل التليفونات اللي موجوده معانا دلوقتي، انا مضطر ان انا بس اخد اخر دقائق للاس ام اس، وزي ما بنقول دول ناس ليهم حق علينا، فبعتذر لكل التليفونات اللي موجوده معانا على الخط. استاذ احمد انا يعني ببلغ اعتذاري الشديد لكل مشاهدينا اللي على الخط معانا دلوقتي. استاذه منى في معايا رساله اس ام اس بتقول بعد ما اتخطبت كنت بحلم دايما ان في كلب اسود بيجري ورايا، والحلم ده مستمر معايا. عليك بركه الشرعيه، ده الله اعلم ممكن يكون عشق من الجن او نوع من المس عايز يدخل لك ويبوظ لك حياتك وكده، بس ان شاء الله انت هتكوني اقوى منه. والله اعلم. والله اعلم. طيب في اس ام اس ثانيه بتقول حلمت بان في واحده كانت عاوزه تضربني على صدري بايديها، بس يعني ما ضربتهاش او ما طلتهاش يعني. وهي الواحدة طالما هي شكلها مش معروف برضو انا شايفاها انها برضو مس وكده، وعليك برضو بقراءة القرآن والرقية الشرعية. مش عارفة موضوع الجن عامل ايه مع الناس كده، الدنيا بايظة. شكله شغال اليومين دول وشايف شغله قوي، ربنا يكفينا شره يا رب ويحمي كل المسلمين منه بإذن الله يا رب الله. العالمين. معايا اس ام اس تانية بتقول بعد ما دعاني ان بعد دعائي، هي تقريبا كانت بتدعي على حاجه ربنا يدي لها حاجه او يوريها حاجه، بتقول حلمت ان في شخص اللي انا بتمناه دعيت لربنا ان الشخص اللي انا بتمناه يكون فيه خير ليا يعني. فحلمت اني كنت في الحمام وكان في واحده ما اعرفهاش لكن كانت انيقه، وكانت بتوريني ده برضو جالنا امبارح، بتوريني ازاي الاستنجاء مع اني كنت مستنجيه ومكسوفه منها، وقالت لي لما تستنجي ما تلبسيش هدومك، في هاتي الميه واغسلي رجليكي، وغسلتهم او هي غسلتهم ليا، وانا قلت لها ان انت يعني ان انا انت مالكيش كرش، وادتني وصفه ونسيتها، فرجعت ادتني كتاب تخسيس تاني علشان اخد منه وصفات عشان اخس يعني، بعد كده رجعته ليها، وبتقول انتوا فسرتوه مش زي ما انا كنت متوقعه، هو انسان سيء ولا لا؟ وارجو التوضيح. سيء تقريبا سمعت الحلم امبارح. لا بلاش. طيب مره تانية بنفسر الحلم اهو النهارده مره تانية، اتمنى من صاحبته ان هي تكون سامعانا. ومعلش مش كل ما دايما اي حد يعوز حاجه بتبقى حلوه دايما بتكون، يا عالم جايز يكون ده خير ليك وانت ما تعرفيش. طيب اتمنى يكون التفسير وصل لحضرتك، ودي للمره التانية الاستاذه منى والله اعلم بتقول لك سيء ومش كويس والعلم عند الله. خليني اخد رساله سريعه بتقول حلمت ان انا اشتريت جزمتين شبه بعض، واحده كان لونها بنفسجي والتانية لونها احمر في لبني، وكان في واحد اسمه ادم مسك ايدي وكان في ايده دبله، وبتقول التفسير ان في واحد تعبان في حياته والتاني مش عارف ايه لتفسير ايه بقى، معرفش هو فصل لها حاجه ولا لا، بس بتقول ان في واحد تعبان في حياته
والتاني عايز يتجوز وخلاص. انا اخترت واحد فيهم, هو مين انا مش عارفة, انا مطلقة ومظلومة, الرؤية متلخبطة, وانا برضو انا قريتها زي ما هي مبعوتة كده. اتمنى هي تتبعت او تبعتيها حضرتك مرة تانية بس تكون متفسرة شوية, علشان مش عارف الحاجات الامور كلها داخلة ببعض. فاتمنى ان هي حضرتك تبعتيها لنا مرة تانية. معايا رسالة تانية بتقول, حلمت بعمي قال ان الحنفية بتاعتنا بتنقط عليهم مية, فسألت ابنه قال لا والله ما بتنقطش. لا هو بيدل على التلكيكات في البيت, بيدل على التلكيكات بين الاهل وبعضهم وكده, وسلمها لله وخليك على قد ما تقدر تبقي كويسه. والله اعلم. والله اعلم. طيب معايا برضو اس ام اس تانيه بتقول, جوز اختي متهم في موتها, يعني تقريبا اختها توفت ومتهمين جوزها فيها. فبتقول حلمت ان اختي المتوفيه بتقول بعد ما ركبت معاه العربيه الكلاب قاموا عليه وموتوني. بعد كده اتقلبت العربية, او هو قلب العربية يعني. بتقول في الحقيقة اختي واولادها وجوزها كانوا مسافرين في عربيته, واختي هي اللي توفت وزوجها واولادها لا. قضاء وقدر. قضاء وقدر. طيب يعني هم ما يتهموش جوزها في حاجة زي كده؟ لا لا لا, مش هي اختها اللي جات لها في الرؤية وبعت لها الرسالة دي؟ قضاء وقدر. طيب ده قضاء وقدر, وما تتهموش حد ظلم في حاجه يا جماعه, ومحدش يعرف الحقيقه فين. عموما مشاهدينا الكرام, وقتنا عدى مع حضراتكم بسرعه. بتمنى ان كل اللي بعتوا لنا الاس ام اس يكونوا سمعوا تفسير احلامهم النهارده, وتابعونا برضو في الحلقات الجايه. معايا مجموعه رسائل كتير لسه ما قلناهاش. بتمنى من اللي بعتوا لنا رسائل وما كانتش مفهومه يحاول يبعتوها لنا مره ثانيه عشان نقراها صح وندي التفسير الصحيح ليها. مشاهدينا الكرام, باسم حضراتكم باسم كل اللي بيتابعونا على شاشه الصحه والجمال, انا بشكر ضيفتي الكريمه الاستاذه منة طلال. شكرا ليكي على وجودك معايا النهارده يا استاذه منة, تعبينك دايما معانا كده. لا انا تحت امرك تحت امرك, ربنا يخليكي يا رب. مشاهدينا الكرام, تحيه خاصه لاسره العمل في برنامج اسرار الرؤى, مخرجنا الجميل الاستاذ احمد والاستاذ محمد شلش مهندس الصوت والقائمين على الاس ام اس وكل اللي موجودين معانا. شكرا ليكم استاذ احمد عزت المخرج الجميل. انا بشكر كل اللي كانوا بيتابعونا, تحياتي لحضراتكم وتحيات اسره البرنامج لكل مشاهدينا. ان شاء الله نستناكم الاسبوع الجاي في نفس موعدنا باذن الله, ونشوفكم على خير, ويا رب احلامكم اللي جايه تكون كلها بشره خير. بشكركم على المتابعه, احلام سعيده, وتصبحوا على خير.